شوف نتفق اتفاق اوكي انه النظارة هذه لا حيطقطق عليها لو سمحتوا. يعني اتمنى تامي انتبه ذب لي في الكومنتات زي على النظارة ذيك كأنها لامبرجيني ولا كأنك فضائي لو سمحتوا. النظارة هذه لا. شفت الكومنتات في حلقات الماضي ما غليت ذب اللي ما قلتوه عن النظارة شكرا الله. بس المهم حياك الله عزيزي المتابع في حلقة جديدة. في حلقة اليوم انا راح اكون مرة مستانس. قولي ليش؟ اكيد انت تاكي مع اخوياك الا ما تجي السالفة هذه الا ما يطري الطاري هذا. سبحان الله دائما تجي هذه. يجي اخويك يقول لك لو عندك امنيات ايش راح تتمنى؟ انت عاد الحين تبدا توي انا الذكي تطلب امنيات لا نهائية. هذه حلقة اليوم بنسويها. في حلقة اليوم راح نطلب من المارد السحري امنيات لا نهائية في ماين كرافت. وابي ابدا اطلب منه اشياء يا شيخ ما تنتهي ويا رب ما يزبدري ويقول دز امه ما لك الا طلبين ولا طلب واحد ويسحب عليه. فتابع حلقة من النهاية عزيزي المتابع عشان ما يفوتك ولا شيء. بحاول اليوم اطلب اي شيء في خاطري باذن الله. لايك عزيزي المتابع واشتراك في القناة ما كنت مشترك وجرس التنبيهات شغل بطريقك يعني الله يسعد. اللايك مرة ثانية اذكرك فيه يعني اللايك مرة ثانية. وهذه نسبة المو مشتركين فالله يسعدك اشترك. ايه اشترك يلا شايفها شايفها صح اشترك عشان تزيد كذا تنقص عفوا تنقص ما لازم تزيد تنقص يا عباد. المهم يعطيكم العافيه ومتابعه ممتعه تمام. اوكي الهدف الاول اني الاقي مصباح سحري عشان اطلب منه الامنيه هذه اللي تخليني يعني اتمنى اي شيء ويجيني. فخلينا نقول بسم الله والخطة اللي دور مصباح سحري وين بلاقيه ما ادري ولكن اغلب انه راح يكون في القرية بما انه حاطي جنب قرية. اتمنى انه نلاقيه بسرعة ولا نقعد ندور عليه كثير. اين انت يا المصباح السحري؟ هاي لقيته هذا هو. بسم الله يا عيني يا صاحب السحر يا عيال. بسم الله. ايه اوه جاني ميستيريوس لامب يعني المصباح السحري. لا قاعد اتفلسف انا ما يحتاج. طيب خلينا نقول بسم الله كيف اتمنى؟ يمه ايش هذا؟ مو المفروض يطلع علاء الدين الحين يقول لي يتمنى ادري ايش هذه امنياته ايش السالفه؟ قل شكرا لانك ساعدتني ايها المغامر. قل لازم اعطيك قوه خارقه. ايش القوه الخارقه يا حبيبي؟ قل لازم اعطيك قوه خارقه عشان اوريك اني يعني سخي وكريم على الاغلب انه الكلمه هذه زي كذا ولا اني صرفتها من عندي واحده الثنتين. تكفى ابي قوه اني اتمنى كل حاجه. تكفى ايه تكفى. اكتب لي عيل ابي اتمنى امنيات لا نهائيه. امنيات لا نهائيه. يور باور هاز راسي راسي وين؟ هذا ليش؟ هاي راسي ليش؟ ورع كيف؟ اوه راسي قام يطير يا عيال. طب كيف اتمنى الحين انا؟ بتمنى تكفى راسي يا زلم. ايه راسي تكفى. هذا اللي اتمنى فيه شكله اي والله هذا هو. هذا يقول هذا الشيء يساعدك على امنيات انك تصير حقيقيه. يقطع ام الفله يعني الحين بتمنى اي شيء يعني بيجيني المفروض. طيب خلينا نجرب نجرب وماله نجرب. طيب اول شيء يا عيال ودي اجرب يعني انا ما ادري صراحه. ابي شجر شجره دن امسك. ايوه ايوه كيف هذه؟ هي طلعت صدق شجر اعطاني ستاك شجر. يقطع ام والله اني يعني بتمنى اليوم كثير اشياء يا عيال يعني بتمنى كثير اشياء يا عيال. طلع شجر. اي 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 اموت اموت تكفى تكفى ساعدني ارى ساعدني. المهم اتمنى الحين اوكي شكلي اموت شكرا مت انا. الله يسلمك. انت وينك؟ هذا ابو الامنيات. والله يقطع ام البل يعني الحين ما تاخر اي شيء اي شيء بتمناه بعطه في راسي هنا بيجيني. يقطع ام القوه يا شيخ. طيب انا عندي خطه الحين يا جماعه الخير. ودي املي المكان اشجار. هذا بيسويها الحين ولا لا؟ يعني في افكار براسي بس ما ادري اذا بيسويها ولا لا. ابي اعبي المكان اشجار بعدين ابي افجرهم. كيف افجرهم ما ادري. يا ليل شو اسمه لو سمحت لا هذا. صبركم صبركم عندي فكره بس خلنا ننام خلنا من جماعه الخير. صدقوني في فكره اسطوريه رهيبه لو سواها لي اوووو يا اني برفع ليفل التخيلات والامنيات. تكفى يكون عندك سرير. عطني السرير عطني الاشياء ذي خلنا نطلع. طيب يا عيال الامنيه اللي ابيها حاليا وين الزلم هذا؟ وي نفر انت فين؟ هذا هو هذا هو. تعال يا شيخ تعال تعال عطني ايوه اعطاني حبه هذه. طيب يا جماعه الخير انا هنا حطيت اشجار طيب كثيرة ودي تتكسر بس في كريبر هنا يلا بحطه هنا ماله ودي تتكسر. طيب ابي اتمنى يا جماعة الخير نيزك مصنوع نيزك الاكس نيزك الاكس جماعة الخير نيزك الاكس هذا اذا نزل من فوق يفجر. تكفى تكفى تعال ضبطني. هذا ايش؟ جاينت اكس ميت. اي صدق جابها هي نفسها ذي. دقيقة سواها يا عيال. يقطع ابليسك يا راسي والله انك اسطوري يا عيال. يا الفكره اللي براسي نفسها بالضبط هي جابها. شوف صار عندي ستاك خشب سريع سريع. اوه قاعد يجي ليش قاعد تاكل تفاح هذه؟ ليش ما اتمنى يا جماعه الخير شيء للاكل؟ احس اني جعان يعني ودي مثلا تفاح تفاح دائما. تعال تعال ليش لا؟ نطلب يا جماعه الخير عندنا طلبات لا نهائيه يقول لك اطلب كل شيء. ابي تفاح مص
تفاح الدائم، تفاح الدائم. تعال اعطيني تفاح الدائم. والله اعطاني يا عيال، عيال والله اعطاني يا عيال. يا الموضوع بدا يخوف، الموضوع بدا يخوف. ووتر بريزنج سترينج ريزيستنت. او ماي جاد، الله يسعدك يا شيخ، الله يسعدك يا شيخ. اعطني ابي زياده تفاح دايموند، اديني زياده. والله انك اسطوره، ابي زياده بعد له انت. هذه اخر شيء، اخر شيء 20 حبه تفاح دايموند بتعطيني هيل وسترينج وكل شيء اتمنى. طيب الحين ايش باقي؟ افكر شيء اتمنى، ابي افكر، بفكر يا جماعه الخير، بفكر. طيب انا الحين عندي اكل، عندي خشب، احس ممكن احتاج اني انزل كيف ممكن. ودي يا جماعه الخير بكاشف معادن، كاشف معادن عشان انزل كيف واحاول ادور على الدايموندات والايرون اللي ابي. ما ابي اتعب نفسي. بسم الله. قوله ايش هذا؟ ما جنت كيف لا مو بهذا اللي ابي، انا ابي كاشف معادن بس. ايش هذا يا عيال؟ اوه شو دام في. لا يا عيال انا جايب الكيف كله لبرا اللي عندي. قال يا حبيبي ما بيتعبك، انا بجيب لك الكيف اللي عندك. اقطعه بالقوه. دايموند، هنا في ايرون. او ماي جاد، شوف كيف شكله. الله، يا ليت انت في كل حلقه موجود، والله يا ليت في كل حلقه موجود. طيب الحين انا احس اني تعبان يا استاذ، استاذ راس عبادي، احس اني تعبان، احس اني احتاج بيكاكس، احس اني احتاج بيكاكس. اكتب بيك قوي، ابي بيكاكس قوي. شكله ترول علي، شكلها ترول هذه. ايش هذه؟ والله شكلها ترول يا عيال. طب كيف بكسر؟ ليكون نفس الاكس. يا عيني يكسر لي لحاله يا عيال، يا عيني. تكفى، اشكر كل الشكر اني راح اطيق المحتى بعد. اشكر كل الشكر والله، بعط كثير، خلي يكسر كل الموارد اللي هنا يا عيال، وانا انتظر واتابع واتمعن استريح. طيب ليش دمست انا هام التفاحة؟ والله تستاهل بوزة بجبهتك يا حبيبي انت. شوفوا مارد، اجي كذا اخذهم على البارد المستري. 11 حب الدايموند يا عيني لعيب، 12 حب، 14 حب. يا شعور الراحة يا جماعة الخير. حط بك اكثر زيادة، حط. خلنا ابي اصير في الامر دايموند، انا ابي اصير في الامر دايموند. من الموارد اللي عندي هذه معليش، يعني انا يمديني اطلب دايموند واقول اعطيني دايموند، بس لا، لازم الدايموند يكون تجمعه انت بالطريقة هذه، طريقة ذكية وطريقة مبتكرة غير. فهمتوا علي كيف؟ انا هذا اللي اقصده يعني. خليهم يجمعون وانا بسوي لي دروع كاملة يا جماعة الخير. بسم الله، وفي الامر دايموند يا عيني يا لعيب يا بطل. والله يا جماعة الخير ابيكم تكتبوا لي بالكومنتات اذا عندكم ثلاث امنيات ايش راح تكون؟ ابي الكل يكتب ثلاث امنيات ودك انها تتحقق كذا مرة مرة مرة. فصراحة واو والله نايس. في دايموند زيادة، انزل اخذه ولا اسحب عليه؟ ما ادري صراحة، ابنزل اخذه يا شيخ. ايمرالد ودايموند واشياء طيبة والامور سنع. الله يسعدكم والله، شوفوا قشوا لي كل الموارد، ما خلوا شيء، ما كسروا والله. نايس، شوفوا قد كسروا مع بعض بعد. ما شاء الله التعاون، ما شاء الله التعاون، ما شاء الله عليك. مرة واحدة خلينا نسوي لنا تولز. توب توب بهذا الشكل، عطنا بكاكس حقيقي يعني، الله يسلمك. طلبنا بكاكس قوي، اعطانا بكاكس كسر الحال. والله ما ادري صراحه، نرمي الاشياء ما لها داعي. اذا اظن انا جاهز علشان افكر واتجهز للايتم اللي بعدوني. خلص التكسير، طبعا كسروا لي كل الموارد اللي تشوفين. يا ساتر، وانت الخوي هذا حبيبي نشب تحت، تعال تعال فوق، تعال تكفى، تعال سوي التليبورت اللي عندي. تكفى، الله يسعدك يا شيخ، الله يسعدك. طيب يا جماعه الخير، ودي اكبر الموضوع اكثر، ابي افكر كذا يا جماعه الخير بشيء عشوائي. مول يمديك؟ مول هاي يمديك على مول؟ ابي مول. مول ايش هذا؟ ايش هذا؟ دقيقة، ايش يسوي طيب في هذا؟ شوبينج مول! ايفريثينج بخمس حبات، كل شيء بخمس حبات دايموند. هلا بي! يا عيال! ها اقدر اشتري؟ اي والله كل شيء بخمس حبات دايموند! طب اوكي، شوف الخدعة، شوف الخدعة، انا اللي غسيل الاموال اللي راح اسوي. شوفوا غسيل الاموال اللي راح اسوي الحين، اوكي؟ شايفين غسيل الاموال اللي قاعد اسوي الحين؟ يقطع ام المول الرهيب يا شيخ، ايش المول الاسطوري يعني. والله غسيل المول عيني عينك، وتكفى رحم ولدك. ابي اكل زي الاواد، شكل بشتري لي شو اسمه. طيب ايش في عندهم؟ عندهم فلنت، عندهم قنابل مطور، عندهم بو، عندهم دايموند، جولد، ايرون، كروسبو، بو، بكاكس. عطني اكل، بس الاكل انا الاكل غالي شويتين. الله يسعدك على خمس حبات، باخذ 12 حبه تكفيني. اي غسيل اموال، عندي غسيل اموال انا، ايش احتاج؟ ليش بسوي زي كذا لين اطنخ، بسوي زي كذا لين اطنخ. ايش الشبر، ايش المول الرهيب هذا؟ بس يا عيال طلع والله يخوف، والله طلع يخوف. اي شيء قاعد ابيه قاعد اعطني حبه توتم لهنت. صار لك
خليها عندنا الاحتياط عشان اموت، ما ابي اموت على قد ايام عندنا، ما نبي نموت ما نبي نموت. اظن كذا اكتفي انا، طب ايش بشتري فيهم ثاني؟ ما ادري. امشي الجولدن اب، امشي اللي عندي الدايموند ابل، ايش ابي بالجولدن ابل العاديه؟ فهمت علي كيف؟ ما احتاجها. تي ان تي ما اظن تحتاج، نذر رايت ما احس اني احتاج نذر رايت، اسوي درون نذر رايت وحوسه، لا 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 ما محتاج، ما احتاج، ما احتاج اني اسوي درون نذر رايت، انا كذا قوي الحالتين يعني. الموضوع يا جماعه خير بدا يقرب تحدي بيني وبين نفسي، ودي اكتب شيء وما يجيب لهذه الدرجه. خلونا نفكر انا ايش ايش احب. تقطع ابليس مالك الخايس دي وجهك يا هذا، انا سبيت نفسي زي. انا اسف والله، انا اسف يا انت يا انا. خليني افكر عبادي ايش احب، عبادي ايش احب، عبادي ايش احب. سوبر هيروز، سوبر هيروز يا عيال، سوبر هيرو. مين احب من سوبر هيروز؟ احب ايرون مان. تكفى ايرون مان يمديك تكفى. ابي ابي بدله ايرون مان، بدله ايرون مان، ماي ماين بدله ايرون، ايرون مان حلو. احس كتبت ايرون جول. تكفى تكفى شاب، عارف ايرون مان؟ اوكي اسمعوا 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 اسمعوا، في ايرون مان اوكي. الموضوع في ايرون مان، ايرون مان مانشن. يعني ايش مانشن؟ يعني ايش اسمه صح؟ مانشن يعني قصر ولا ولا ايش؟ طب ايش السالفه؟ انا اشوف الواضح ان شكله كبير، يبي رسمه في مكان بعيد شويتين. والله شكله كبير يعني، مره مره شكله كبير. الله يستر. طيب الله يستر يعني، والله قاعد يجيب اشياء صحيحه. اكتب الخوف قمطه دي، خلنا نحط هذه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بنستعين الله يستر ايش بيسوي لي. اوه ماي جاد يا عيال، يا عيال هذا مو هذا، هذا بيت ايرون مان يعني، هذا بيت ايرون مان يا مجنون. وين هذا؟ وين هلا والله؟ ايش هذا يا عيال؟ عيال مو طبيعي، انا ايش قاعد اكتب وقاعد اجيب لي اياه؟ يا ساتر ستر والله يا ساتر. كيف اوصل لفوق انا ما ادري؟ تعال تعال ابرق والله، لا برق لو 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 ايش في يا. الموضوع الموضوع بدا يخوفني صراحه يعني، اي شيء قاعد اطلب وقاعد اجيب لي اياه. ولا وطلبنا شيء مره، طلبنا اللي هو حق الكاشف المعادن، راح جابنا المعادن عندنا، قال يا حبيبي تنزل تحت تدور مع، تعال يا شيخ خذ هذه بتجيب لك ام الدامد واللي شالت بها لبرا. يقطع ام البيت الرهيب. هلا والله، السلام عليكم، ايش الاخبار؟ المفروض احنا نلاقي هنا. ايش الصوت؟ في صوت يا عيال. مين انتوا؟ ايرون مان سكيورتي. اصبروا والله اكل تفاحه اوريكم، اقدر اكل تفاحه مو مدام. الين الين القم 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 القم. قال لك ايش سكيورتي؟ والله يا رمان طلعت فاشل، معليش والله، والله طلعت فاشل بالسكيورتي. لا 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 كذا كثير، لا كذا كثير، لا كذا كثير، لا كذا كثير. هذا مارك 1، في مارك 2 ومارك 3 بس مو موجودات. سكر مان ماخذهم قد يلفل فيهم. طبعا انا اعرف افضل شخصيه عندي في السوبر هيروز هو ايرون مان، مره مره احب الشخصيه هذه. فهوب يا سلام ايرون مان سود. المفروض الحين ومضغط كليك يمين البس له صحيح، تكفى شيل دروعي. بسم الله. يا عيال ايرون مان. اوكي شوفوا، اوكي شوفوا شوفوا شوفوا، اكيد عنده خاصيات، اكيد عنده خاصيات. ايرون مان جيب لي بلد ايرون مان كذا بدون شيء؟ لا اكيد في شيء، لازم نستكشفه مع بعض. طيب لو سويت دبل جمب. واو يا طير يا طير، لا اله الا الله. عيال شفت طلعت كذا يا عيال. حلقه اليوم ممتعه، انا مستمتع في حلقه اليوم، اني قاعد اطلب اشياء ابيها واتمنى انها تكون ماينكرافت وقاعد تجيني. اوه يا الله بروح هناك بس بعيد يا شيخ. اوبا ما اتدمج بعد. اوه ماي جاد. صندوقك خايس، معليش القم هذه. يا عيال يا عيال ايش في؟ ايش القوة هذه؟ عرف انا اسف. ول 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 حمار، امسك هذه. يعني مرة قوي، يعني مرة قوي، يعني متحمس اجرب عند التنين، يعني متحمس اجرب عند التنين. مرة قوي، لا 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 مرة مرة قوي لأبعد درجة. أنت شوف الطيران بس، أقدر أتنقل في أي مكان أبي وأروح وأطير وأنزل وأطلع. شوف يقطع، استوى تريد بعد. والله استوى تريد، ودي ما أحط حقين الريد والله. وينهم وينهم وينهم؟ وين حق الريد؟ خلي يجوا بس ما أحطهم شويتين يا عيال. وينهم 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 وينهم؟ بدور عليهم وينهم يا عم، من كثر ما هو سريع مو بقادر. والله ما ادري حقين الريد وين، والله صراحه افتكيتهم مني يا حقين الريد، ولا كنتوا بتاكلوا تمحيط مني مو طبيعي يعني، ما قاعد اشوفهم ما لقيت. ايوه يا حبيبي يا حبيبي القم هذا. عيال ما حطوه من اول تفجيره، اربعه بضربه واحده. يقطع القوه يا شيخ. ايش اتمنى؟ ايش اتمنى زياده؟ انت تقريبا صارت عندي كل الاشياء اللي ابيها. وين هذا؟ انت رسمنت عندي كذا نظام. طب القم هذه، انت القم هذه، وانت القم هذه. اوكي دقيقه دقيقه، القم هذه القم هذه. والله شرس، والله الموضوع وغيف، والله وغيف. طيب يعني خلينا نتمنى شيء زياده، ليش لا؟ وماله عندنا امنيات لا نهائيه، اتمنى شيء زياده. وين هذا؟ وينه؟ هلا والله. اوه ايش جابوا هذا؟ الثنز موجود.
يا حبيبي القم هذه. يلا تو جد قاعد افكر فجر اصبر في وجهي طقه وطقه مات. ايش ذا نزل الضعيف هذا؟ حتى الراس حقي قام يدافع عني يا عيال. والله انك كفو يا شيخ. يلا احس ما في ولا فكره براسي صراحه. ما ادري عطني امونجس. امونجس ولا اس 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 امونجس. عطني امونجس. عطني امونجس. ايش هذا؟ اللي يعجبني فيه يعني هو سبحان الله هو زي يعني فهمت هذا انا تقريبا. يعجبني في انه ياخذ الشيء ويجيبه على الشيء اللي انا كذا ابيه. يعني ما جاب لي شخصيه امونجس عاديه، جاب لي شخصيه امونجس شكلها غريب. ما ادري ايش هذه صراحه. ايش هذا؟ لا ترى مدحتك قبل شوي، شوف قبل شوي مدحتك، طيب؟ تجي تخربها زي كذا، يعني ما ادري ايش استفادة امها هذه صراحة، ما حقنا اللي خلينا نجرب عليهم يا شيخ، ولا انا في بقر، خلينا نجرب على البقر، بقرات امسك. والله شوف يعني قوية صراحة. يعني بضربة واحدة ترى قاعد تموت ذولي، لا قوية، لا 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 تعرف تفكر، لا والله اسطورة، شوفوا وين ترون، ترون الفوق مرة يا عيال، لا اله الا الله، انا ابي ذولاك، ايوه حقين ريد، هذا حق ريد، تعال تعال تعال، القم هذا، ول هذا معضل شويتين بس يا عيال ذبحوا ولا شافوا شيء ولا شافوا شيء يا عيال يقطع ابو القوه الرهيبه يقطع ابو القوه الرهيبه نروح بيتي يعني انا يا رمان هذا بيتي فهمت علي كيف شيء طبيعي يعني بس وين السرير اذكر كنت شفت سرير هنا وين السرير اوكي سرقنا السرير يا عيال نرجع بيتي ننام انا بنام اليوم السرير يقطع بدورك بشيء ما لقيته يا ابو عجب سرير لقيت يقطع ابو الحال عطني السرير ايش بقى ايش بقى ما تخيلت ودي اعرف انا عطني ريشه عملاق وات نذرايت بعد ريشه نذرايت يقطع ابو القوه عيال طب ايش تسوي هذه ول اوكي بنجرب على موب عيال لازم نجرب على احد طقاتك ايش يصير فيك انت موت بسرعه الله يسلمك شقلبه وتفجر ول ارنقلم شقلبه بعدين تفجر وات يعني قاعد يعطيني اشياء وانا ما طلبت يعني شوف قاعد يحط لي ابيليتيز عليها وانا ما طلبتها يعني انت قاعد تفكر عني والله نايس انت قاعد ياخذ تفكر عندي وتطورها والله انت اسطوره يا شيخ هو انا يعني اكيد يعني بس انه ما ادري ايش باقي ما تخيلت انا عندي كل شيء الان ابي بطلب اخر شيئين وينك تعال ابي سبيكر قوي جدا او ماي جاد ايش هذا يا عيال جاينت بيدروك سبيكر طب ايش يسوي هوبا ول 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 لا هدي اوكي عيال شوفوا ما ادري قاعد اسوي لكن قاعد يرمي مثل اشياء كذا ما ادري شيء المهم ما علينا خلينا نروح عند اثنين ايش رايكم اظن ما ادري ما عاد في اشياء قمت اطلب اشياء غبيه اصلا ما ادري ايش فايدته هذا حتى اصلا بلاكم نجرب عند اثنين باذن الله ابي بوابه الاثنين بوابه اللي انت ما ابي اتعب نفسي صراحه فبطلب بوابه الانت سري فلا انت يا حبيب قلبي اعطيني بوابه الانت وات طب الفليش بكم بوابه الانديال بوابه انت جاهزه يعني ايش تبي احسن من كذا يا عزيزي المتابع تجي معي حياك الله ترى تجي معي حياك الله صراحه اوكي خلينا نكسر على فوق اوكي ما اقدر والله جامانه نسلم والله جامانه طيب بسم الله اول شيء وش بدي اجربه صراحه السبيكر اني ما شفت منه اي فائده ومستحيل يعطينا ايتم بدون فائده هو ودي اجربه عند الدراجون نشوف ايش وضعه نزعج ام الدراجون السلام عليكم استاذ دراجون ابي اسلم عليك وابي اعطيك الشيء الطيب هذا تعال ابو بابا ايش قاعد يسوي هذا هاي يا قاعد يدمج اي شيء حوله دمج الدراجون وخر قاعد يدمج راسي وخر تشتت السبيكر يعني مو طبيعي يعني بس الدراجون قاعد يهيل الطيب دراجون قاعد يهيل طيب خلنا حاب اقول شيء انت اسطوره وانت بعد اذا متابع اسطوره انك توصلت للدقيقه هذه يعطيك العافيه على المشاهده طالب لك حلقه اليوم انا مستانس ان شاء الله مستانس يا عزيزي المتابع لايك واشتراك كلامكم عبادي نراكم بعد الحلقات الاخرى يا امان الله مره مستمتع مره نايس